بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هتكلم دلوقتي عن بارت 2 في الايدنتيفيكيشن. هيشمل حاجتين في البونز، هما الأبر لمب واللور لمب. هتكلم في الأبر لمب عن الهيومرس والريديوس والألنا، أما في اللور لمب هتكلم عن الفيمر والتيبيا ومش هتكلم عن الفيبيولا. طيب أنا دلوقتي مثلا رحت على الستيشن وخلاص وجاني حاجة من العظم ده، المفروض هو يسألني ازاي؟ هيسألني يا اما بايدنتيفاي يا اما بمنشن زي ما اتعودنا من الفيديو اللي فات. الايدنتيفاي يعني هكتب كل حاجه وهعرفكم الكومنت بيتكتب ازاي، والمنشن ان انا اكتب حاجه معينه. طب ايه الحاجه المعينه اللي هو ممكن يسألني عنها؟ هيسألني يا اما الحاجه اللي قدامي دي هي رايت ولا ليفت، ومثلا هي الايدج بتاعها ايه. طيب طبعا ما تطرقتش للسكس ولا ريس ولا اي حاجه لاني مش بعرف الكلام ده من الابر لمب واللور لمب. طيب نبدأ كده بالهيومرس. ادي الهيومرس قدامي، المفروض ان انا هقول حاجتين فيها هي رايت ولا ليفت والايدج بتاعها. طيب عشان احدد الرايت والليفت عندي قواعد، ويا ريت القواعد دي تتكتب علشان هنمشي عليها تقريبا كل الفيديو. اول حاجه لازم احدد الانتيريور سيرفيس والبوستيريور سيرفيس بتاعها. تاني حاجه احدد الميديال بوردر واللاترال بوردر. حددت الحاجات دي اقدر احطها بقى عليا ويعني بالشكل طبعا المناسب اللي انا هقوله دلوقتي، واقدر اقول هي رايت ولا ليفت. طيب انا عرفت منين ان اللي قدامي ده دلوقتي ده الانتيريور سيرفيس؟ عرفت لان التروكليا والكابيتولم باينين عندي قوي من تحت اهوت، ومش هلاقي التيوبيركل اللي بقى موجود اللي هو اسمه اللسر تيوبيركل. تاني حاجه في الصوره الثانيه بلاقي الاكرينال فوسه موجود في البوستيريور اللي هو موجود تحت ده. خلاص يعني هو تقريبا اول ما هشوف الاولوكين فصه وهعرف ان هي الانتيريور بتاعها اهوت والبوستيريور هو ده. طيب تمام، احدد بقى الميديال بوردر واللاترال بوردر ازاي. الميديال بوردر هو اللي بيبقى عنده الميديال ايبيكوندايل كبير، والهيد بتاعتنا كمان بتبقى ميديال، لكن اللاترال ما بيبقاش فيه الكلام ده، بيبقى اللاترال ايبيكوندايل بتاعه صغنن كده وانا مش هشوف فيه الكلام ده. تمام. طيب انا حددت الحاجات دي، هعمل ايه بقى بعد كده؟ بعد ما حددتها خلاص احطها بقى مثلا على ايدي يعني، او ارسم كأن شخص قدامي لو هي طبعا في صورة، واشوف الهيد هتبقى لجوه والميديال ايبوكوندايل هيبقى لجوه. لو انا بص على اللي قدامي دي رايت ولا ليفت؟ لا دي ليفت، فخلاص انا عرفت ان هي ليفت. لو كانت الناحية التانية بتبص على الناحية التانية خلاص هي رايت. ماشي، نيجي بقى على النقطة اللي بعدها المفروض اللي هي الايدج. عشان امشي في الايدج المفروض اعمل ايه؟ لازم ارتب دماغي. انا بحدد الايدج عن طريق اليونيون اوف الابيفيسس لمين بالظبط؟ في الهيومرس بحدده تقريبا عن طريق خمس حاجات: اتحاد الهيد بالشافت، واتحاد الميديال ايبوكوندايل بالشافت، واللاترال ايبوكوندايل بالشافت، والتروكليا والكابيتولم مع الشافت ومع بعض. يعني خمس حاجات. هبدأ بمين الأول؟ طبعا هبدأ بالأكبر سنا، من عايز أحدد إيدج الشخص اللي العظم بتاعه ده معايا. عشان أحدده هبدأ بالكبير، وأنا هبدأ بالصغير؟ ما أكيد طبعا لو الكبير مقفول أكيد الباقي كله هيبقى مقفول. فأنا بدأت دلوقتي مثلا بالهيد زي ما أنا شايفة كده في الصورة اللي قدامي. الهيد بتاعتي هنا مقفولة، ماليش دعوة بقى مقفولة ولا مفتوحة، أنا هتكلم عن إمكانيات كتير ممكن تجينا في الامتحان، بس انا بتكلم ان انا دلوقتي الهيد بتاعتي مقفولة. معنى كده ان هو سنه ايه؟ اكتر من 20 سنة. طب لو كانت مفتوحة يبقى اقل من 20 سنة، وساعتها انا هروح على اللي بعده. مين اللي بعده؟ الميديال ايبيكوندايل، لانه بيقفل عند 17. طيب ادى الميديال ايبيكوندايل، وصورة تانية كمان من ورا لقيته مقفول، ساعتها هقول ان هو اكتر من 17 سنة المفروض، واقل من 20. طب لقيته مفتوح يبقى اروح على اللاترال ايبيكوندايل. طب انا روحت على اللاترال ايبيكوندايل، هي بتقفل عند 16 سنة، مقفول يبقى أكتر من 16 وأقل من اللي كان قبله اللي هو 17. طيب لو مفتوح يبقى أبص على التروكليا والكابيتولوم، أديني بصيت على التروكليا والكابيتولوم، ملحومين في الشافت يبقى أكتر من 15 سنة وأقل من 16. دايما أخد الرقم اللي كان قبله. طيب لقيتهم مش ملحومين في الشافت، هقوم قايلة إن هو أقل من 15 سنة. طيب عندنا بقى احتمالية نركز فيها عشان لما تيجي الصورة ابقى اوريها لكم. انا دلوقتي عندي التروكليا والكابيتولوم اللي قدامي دول موجودين مثلا، بس لسه في شرخ ما بينهم وبين الشافت، يعني لسه ما لحموش. ساعتها اقول ايه؟ اقول ان هو اقل من 15
لكن اكتر من 14. طيب لو انا بقى عندي هيومنس، هقولها لكم يعني دلوقتي، الهيومنس دي مش موجود فيها اصلا التروكليا والكابيتولا، مش هشوفها. طيب ساعتها هعمل ايه؟ هقول ان هو اقل من 15، مش هتكلم خالص بقى عن التروكليا والكابيتولا ان هما اكتر من 14، لان انا ما شفتهمش، فما اعرفش ان كانوا هما لحمين ووقعوا مثلا، ولا مش لحمين، ولا ايه بالظبط. هي الهيومنس دي جايه لنا والتروكليا والكابيتولا بتاعهم واقع. طيب ندخل يعني على اللي بعده. دلوقتي انا عندي في المعمل 2 رايت وتلاتة ليفت. الاتنين الرايت دول ممكن يبقوا ايه؟ يا اما واحدة فيهم كلها مفتوح، وهي دي اللي انا بقول ان التروكليا والكابيتولوم هلاقيهم واقعين منها، فهقول طبعا ان هي اقل من 15، مش هقول اقل من 14، لا هقول اقل من 15 لان التروكليا والكابيتولوم واقعين وانا مش عارفة. تمام. يا اما ان اللي فوق مفتوح اللي هي الهيد اللي بتبقى عند 20 سنة، واللي تحت كله مقفول، اخر حاجة عندي في الميديال بيكون ضايل بتقفل عند 17، فبالتالي اقول ان هي اكتر من 17 اقل من 20. هوري الصورة دلوقتي. طيب التلاتة الليفت اللي عندي، عندي 3 احتمالات ليهم. الاولى انها تبقى زي الرايت برضو، ان هي يبقى كله اللي فوق مفتوح واللي تحت مقفول، اكتر من 17 اقل من 20. والتانية برضو زيها، بس التروكليا والكابيتولوم هشوفهم لازقين عادي مع بعض، بس مش لازقين في الشافت، فيبقى كده ايه؟ اقل من 15 اكتر من 14. طيب كله مقفول، ودي عندنا الوحيدة اللي هلاقي كله مقفول هي الليفت، كله مقفول خلاص اكتر من 20 سنة. يبقى تاني سريعا، انا عشان اسستم دماغي وانا بقول الاتش، اول حاجة بصيت عليها الهيد، بعدين الميديا الابي كوندايل، لاترال الابي كوندايل، التوكليا والكابيتولا مع الشفت، والتوكليا والكابيتولا مع بعض. لازم النظر يتذاكر قبل الفيديو دي يا جماعة، ما ينفعش، لان دي ارقام لازم تكون محفوظة اصلا قبل ما نتكلم في العمل. طيب هنيجي بقى على الصورة عشان نشوفها واحدة واحدة. اول واحدة عندي دي رايت، لو بصينا عليها كويس هنلاقيها تقريبا دي نوت ديفلوبد خالص، هي دي اللي اقل من 15 سنة. لو بصينا كده تحت هنلاقي التروكليا والكابيتولا مش موجودين، دول واقعين. يعني انا دلوقتي بصيت على الهيد ما لقيتهاش اصلا، دي واقعه ولا هو كان لسه صغير يعني لسه مش ديفلوبد ولا اي ولا ايه بالظبط، مش عارف. طب ابص على الميديا الابيكوندايل لقيته برده مش ملحوم، بصيت على اللاترال مش ملحوم، بصيت على التوكليا والكابيتولا ما لقيتهمش اصلا، يبقى اقول اقل من 15 مش اقل من 14، اقل من 15 طالما ما شفتش التوكليا والكابيتولا بعيني. طيب نيجي على تاني حاجه عندي بقى اللي هي تاني واحده رايت، هتبقى رقم 5 عندنا، هي متركمة رقم 5. مالها دي؟ بلاقي ان الهيد بتاعتها مش ملحومة لسه، لكن كل اللي تحت ملحوم، يبقى الهيد مش ملحومة وكل اللي تحت ملحوم، يبقى اقل من 20 واكتر من 17. طب التلاتة الليفت اللي عندي، اول واحدة فيهم، اول واحدة اللي هي رقم 2 ده، رقم 2 دي مالها؟ الهيد برضو مش ملحوم، نزلت على الميديا الابيكوندايل بلاقيها لسه برضو نوت ديفلوبت، لو ركزنا فيها كده اللي هي رقم 2، اللاترال الابيكوندايل برضو لسه مش ملحومه. بعد كده مثلا لو ركزت على التروكليا والكابيتولوم هلاقيهم موجودين، بس بلاقيهم لسه مش يونيون كويس مع الشافت، فبالتالي هقول ايه؟ هقول هما ان التروكليا والكابيتولوم ملحومين مع بعض يعني اكتر من 14، لكن مش ملحومين في الشافت يبقى اقل من 15. طيب نيجي على 3 و4 زي بعض، هما ليفت الاثنين، وهنلاقي فيهم ان الهيد برضو مفتوحه لسه ما بطتش، حتى لو احنا جينا ركزنا كده على الوسطانيه اللي هي رقم 4 دي من فوق هنشوف الشرخ بعيننا اللي هو ما بين الهيد وما بين الشافت، ومن تحت كلها ديفلوبد وكلها بقى فيها يونيون، فبالتالي هي اكتر من 17 واقل من 20. طبعا اخر واحدة اللي هي 6 اللي هي الليفت كلها ايه؟ ملحومة، تبقى اكتر من 20. لو جاني سؤال ايدنتيفاي هجاوب ازاي؟ اول حاجة انا هعرف الاول هو رايت ولا ليفت واكتب هي رايت، مش هقول هي رايت ليه؟ مش علينا بقى الحتة دي، مش لازم اكتبها. طيب هقول الاتش، لو قلت بقى على حسب، يعني مش عايزة اقول التفاصيل كلها، هي هتبقى مكتوبة طبعا في اي مذكرة احنا هنبقى فاتحينها. إيه مثلا هاخد سن معين اللي هو الاقل من 15،
لو انا كتبت ان الايدج اقل من 15 معنى كده ان انا لقيت ايه؟ لقيت الهيد مش ملحومه، الميديال ايبيكوندايل، اللاترال ايبيكوندايل، التوكليا والكابيتولوم كمان، كل ده يتكتب ان دول كلهم ايه؟ نوت يونيون، مفيش يونيون ما بينهم، نوت يونت مع الشافت، الهيد مثلا نوت يونت مع الشافت في الابيفيسس بتاعها، تمام. يبقى هي دي طريقه الاجابه بتاعه الايدنتيفاي. قال لك منشن رايت ولا ليفت، خلاص منشن انها مثلا دي رايت، منشن الايدج، خلاص هكتب الايدج. طيب نيجي بقى على واحده تانية، دي برضه صوره موضحه للهيومس بس يعني ايه واضحه اكتر، عشان لو مثلا حد عايز يصورها هياخدها سكرين شوت ولا حاجه. اهي ادي الاولى اللي هي ملهاش ملامح رايت، تاني واحده اللي هي برضه الليفت واللي ملهاش ملامح قوي بس التوكليا والكابيتولوم فيها موجوده مش واقعه. التلاتة واربعة وخمسة تقريبا هما نفس السن، عشان فوق مفتوح تحت مقفول، ستة كلها مقفول. انا بعيد وازيد كتر الاعادة دي والله هتسكركم وهتخليكم تخلصوا الفيديو وانتوا حافظين. طيب نيجي بقى على اللي بعدها اللي هي القلنة. القلنة والراديوس سهلين جدا، مش هياخدوا وقت معانا، احنا ما عندناش الا اتنين قلنة، واحدة رايت واحدة ليفت. بيقولك ان انت لو عايز تعرفهم يعني بسرعة، بيقولك اصل رايت لونها عندنا بني والليفت لونها ابيض. انا شايفه ان الكلام ده بصراحه يعني مش منطقي قوي، لان ده كلام مش علمي خالص، فاحنا نشوف كلام علمي ولا عاجبه بقى حاجه يحفظ بيها. ادى رايت ادى القلنة قدامي، بعرف منين؟ قلت هحدد anterior surface posterior surface medial border lateral border، حددت الحاجات دي خلاص عرفت رايت وليفت. ده الانتيريور سيرفيس، عرفتي منين؟ النوتش اللي قدامكم اللي اللي بتركب مع الاوريكرينون فصه في الهيومرس بتبقى anterior. تاني حاجة طبعا انا لو عملتها كده خلاص، تاني حاجة الاستيريد بروسيس اللي قدامي ده ميديال. تالت حاجة عندي ايه؟ شايفين البوردر الشارب ده اللي هو الانتروسيوس بوردر ده، دوت بيبقى في اللاترال. ليه؟ عشان يمسك مع الجزء الميديال اللي جنبه بالانتروسيوس ممبرين، فبالتالي هلاقيه على اللاترال. خلاص يبقى انا كده حددت ال anterior surface وحددت الميديال واللاترال. طب ما شفتيش البوستيريور؟ ما فيهوش علامه مميزه عشان ان انا اشوف، يعني هو ما فيهوش علامه مميزه اهو، حتى لو جينا بصينا عادي ظهر القلنه مش حاجه مميزه. خلاص البق المفتوح ده هو ده الانتيريور، والاستاليت بروسيس ميديال، الانتروسيوس بوردر بتاعي لاترال، هحطها على ايدي هعرف ان هي ايه اللي قدامي دي ليفت. لو قلبت الموبايل، لو انا بسمع على الموبايل هلاقيها فعلا ليفت، تمام. خلاص نيجي بقى على الايدج بتاعنا، هنحدد الايدج ازاي؟ نشوف العمر. الابر اند بتاع القلنة بيقفل عند المفروض ايه؟ 16 سنة، واللور اند بتاعها بيقفل عند اللي هو 20 سنة. طيب هنحددها ازاي؟ الابر اند دلوقتي انا هبص عليها، المفروض ابص على ايه الاول؟ طبعا المفروض ابص على اللور اند الاول علشان هو العمر الاكبر، لقيته مقفول خلاص يبقى اروح ابص بقى على الابر اند. طالما اللور اند اللي هو العشرين مقفول يبقى هي اكتر من عشرين، لقيته مفتوح ابص على الابر اند. بصيت على الابر اند مثلا ولقيتها مقفولة، خلاص هقول ان هي اكتر من 16 سنة، اقل من 20 سنة. طب تعالى نشوف الاصل القلنة اللي عندنا هتبقى ايه. قالك القلنة اللي عندنا دي كلها مقفولة، اي سواء رايت سواء ليفت اللي عندنا في المعمل دي كلها مقفول، يعني اكتر من 20 سنة، فما احناش محتاجين بقى ايه فقاقة ولا تقولي ده باين ان في شرخ ولا باين مش عارف ايه، هي مقفولة خلاص مش هنتكلم كتير، اكتر من 20 سنة. يبقى القلنة اللي عندي سواء رايت سواء ليفت، مجرد ما انا حددت الرايت والليفت او كاتب انها اكتر من 20 سنة، كلف خاطرك وبص بصة مش مشكلة. طيب نيجي بقى على اللي بعدها اللي هي مين؟ الراديوس. الراديوس دلوقتي هعرف برضه هي رايت وليفت منين؟ لو بصينا في الصورة اللي في الجنب، احنا عندنا تلاتة راديوس، اتنين بيض وواحدة بني. بيقولك واحدة بني رايت، يعني البني دي رايت وعندي واحدة بيضة رايت. طب انا دلوقتي لو انا حفظتهم بالالوان، طب ما انا عندي اتنين بيض واحدة ليفت وواحدة رايت، اكيد هتلخبط، يبقى نحفظها احسن بطريقة علمية. anterior surface posterior surface medial border lateral border. الانتيريور سيرفيس عندي بعرفه منين؟ شايفين التيوبيركل اللي فوق ده؟ ده بيبقى في الانتيريور، وشايفين السموث سيرفيس اللي في الانتيريور ده؟ ده برضه انتيريور، يبقى انا كده عرفت الانتيريور. طيب البوستيريور، البوستيريور زي ما احنا شايفينه كده
شايفين؟ بيبقى من تحت زي خشن، بيبقى بيعدي من المكان ده، فيه تندونز بتعدي وكده، فبتبقى حافة مكانه، بيبقى خشن مش زي ال anterior surface ما بيبقى ناعم كده. فبالتالي انا عرفت ال anterior surface. طيب في كمان styloid process، ادي ال styloid process اهو. طبعا هو موجود فين؟ موجود على اللاتفل بتاع ال unlacan medial، ده بتاع ال radius بيبقى لاتفل. طيب بعد ما احنا شفناه مثلا لاتفل وكده خلاص هحدد، لا لسه بيقول لك ان ده كمان في انتر اوسياس بوردر بس ميديال، عشان يمسك مع الانا اللي بتبقى موجوده ميديال. لو جيت حطيتها على ايدي بالمنظر اللي انا حاطاه ده هلاقيها ايه؟ هلاقيها رايت، اللي قدامي دي رايت، لو انا حطيتها على ايدي كده هلاقيها في رايت. طيب بعد بقى ما حددناها هي رايت ولا ليفت وبصينا اهوت بالتحديد، هحدد بقى العمق. هنبدأ من اللور اند، لأناه مقفول يبقى أكتر من 20 سنة. طب لأناه مفتوح أروح على الأبر اند، الأبر اند بتاعي كام؟ بيبقى 17 سنة. طيب أنا محتاجة أعمل الكلام ده؟ لا، ده أنا هفاجئك مفاجأة، الريديوس هي كمان مقفولة، كلها مقفولة تبقى أكتر من 20 سنة. يبقى أنا عندي الألنا والريديوس أسهل من السهولة، الاتنين مقفولين كلهم، يا دوبك بس المشكلة عندي ان انا احدد الرايت والليفت، وان شاء الله مش تبقى مشكلة وهتحددوها بسهولة جدا. المهم الايدج معروف عندي ان هو اكتر من 20، هبص فوق هبص تحت الاتنين مقفولين، وطبعا انا ببدأ بتحت. نيجي على اللي بعدها بقى وهو اللور ليمب الفيمر، ونركز علشان لو الفيمر دي عدت يعني خلاص كده الفيديو خلص. انا عندي كام واحدة فيمر في المعمل؟ عندي 5. الاول نحدد الرايت والليفت، ادي صوره واضحه اهي ليها. بيقولك الانتيريور سيرفيس فيها بيبقى سموث وبيبقى كونفكس، اهو شايفين كونفكس، لكن البوستيريور سيرفيس بيبقى فيه لاينز كده، لاينز خشنه. فخلاص كده انا عرفت الانتيريور سموث. طيب الميديال بقى واللاترال، الهيد اهي واضحه قوي انها لازم تبقى ميديال عشان تدخل في السوكت، امال يعني هتدخل بقى؟ اكيد لازم تبقى ناحيه الجسم عشان تبقى تدخل في السكت. فخلاص مجرد ما انا حددت الانتيريور وحددت ان الهيد هي الميديال، لو قلبت الموبايل حتى ولا جبتها على رجلي خلاص هتحدد، وهي اللي قدامي دي ليفت. طيب انا دلوقتي عايزه احدد الايدج، هحدده ازاي؟ هنشوف ايه هو المكان اللي بيحصل فيه يونيون في اكبر سن. اللور اند بيحصل فيه يونيون أكبر عند 21 سنة، فبالتالي هبدأ بيه. تعالوا كده نشوف، شايفين اللي قدامكم ده؟ بصوا استنوا، أنا دلوقتي في الفيما قلت إن أنا عندي واحدة رايت وأربعة ليفت. طيب تعالوا ناخد الرايت اللي عندي دي، قصتها إيه؟ بيقولك إن الرايت اللي عندك هتلاقي كل اللي فوق مقفول واللي تحت مفتوح. يعني ايه؟ يعني انا جيت ابص على اللي تحت اللي هي اللور اند لقيتها مفتوحه، خلاص يبقى الشخص ده المفروض ان هو اقل من 21. اكتب كده؟ لا، اطلع فوق ابص على الهيد، الهيد بتقفل عند 18، لقيتها قفلت تمام يبقى اكتر من 18 اقل من 21. ما قفلتش ابص على الجريتر تروكانتر اللي بيقفل عند 17، لو كان قفل يبقى اكتر من 17 اقل من 18 اللي قبلها على طول. طيب ما قفلش يبقى ابص على الساتور كانتر، لقيته قفل خلاص يبقى اكتر من 16 اقل من 17، ما قفلش يبقى اقل من 16 واسكت، ما عنديش حاجه تانية تحدد لي اعمار اقل من كده، خلاص اقل حاجه عندي 16. طيب هنشوف الرايت اللي عندي، وبعد كده نبقى نتكلم عن الليفت مع نفسه عشان هي الرايت الوحيده الحزينه اللي ما فيهاش يعني لك كتير. الرايت اللي عندي دي كل اللي فوق هلاقيه مقفول واللي تحت هلاقيه مفتوح. طب انا بصيت الاول على ايه؟ طبعا بصيت على اللي تحت، لقيته مفتوح ابص بقى فوق لقيت الهيد مقفوله، وانا طبعا ببص على الهيد عيني جت على الجريتر توكانتر واللسات توكانتر برضه لقيتهم مقفولين، خلاص يبقى اكتر من 18 اقل من 21. وواضحه قوي في الصوره ان من تحت اهي مفتوحه ومن فوق اهي مقفول، بس هي دي الرايت الوحيده اللي عندي. طب نيجي بقى على الاربعه ليفت بتوع الفيما، عندي واحده ليفت شبه الرايت اللي احنا قلنا اللي هو اللور اند بيبقى مفتوح وكل الابر بيبقى مقفول.
اللي هي اكتر من 18 او اقل من 21، خلاص مش قصتي. عندي تلات احتمالات بقى تانيين. ايه هما؟ عندي احتمال ان انا الاقي الفيما كلها مفتوحة، مفيش اي حاجة فيها مقفول، معنى كده انها هتبقى اقل من 16 سنة اللي هو اقل حاجة لسه توكنت. طيب عندي احتمال تاني ايه هو؟ ان لسه توكنت يبقى هو اللي مقفول والباقي كله مفتوح، تبقى اكتر من 16 واقل من 17 اللي هو الرقم اللي قبلها على طول. وعندي احتمال اخير ان هي كلها تبقى مقفولة، يبقى انا عندي في ليفت كلها مقفولة وليفت كلها مفتوحة. هنشوف سؤال، تعالوا نشوف. ادي اول واحدة اللي هي ايه؟ كلها مفتوحة، هما اتنين، عندنا اتنين. لو بصينا تحت هنلاقي في شيخ تحت اهو، ولو بصينا فوق هنلاقيها لسه كده مش ديفلوبد كده زي اللي جنبها، يعني شايفين اللي جنبها وشايفين الاخيرة بقى خالص. فهنلاقي ان دي اقل من 16، بصينا فوق هنلاقي فيها شيخ ناحية الهيد، وطبعا ناحية الجريتا توكانتا والليسا توكانتا، ومن تحت اصلا مفتوحة اهي. ده حتى اللي جنبها اللي هي المبيضة دي تحس اصلا ان في حاجات واقعة منها، يعني مش ديفلوبد خالص، مفيش يونيون خالص، تبقى هي كده اقل من 16 سنة. طالما وصلت عند الليسا توكانتا ولسه برضه ملحمش، اقول ان هو اقل من 16. طب نيجي على تاني واحدة اللي هي الليفت فيمر، اللي بيبقى كله كله مفتوح ما عدا اللسة توكانتر الوحيدة اللي لقيتها مقفولة. طب طالما اللسة توكانتر الوحيدة اللي مقفولة يبقى هي كده ايه؟ اكتر من 16 اقل من 17. عايزين تقولوا من 16 ل 17 كرينج، مش مشكلة، اكتر من 16 اقل من 17 مش مشكلة، الاتنين واحد. طيب نيجي بعد كده، بس هو المفروض ان انا اقول اقل، لان هي ما جابتش ال 17، لو كانت جابت ال 17 كانت قفلت، يعني كنت هلاقي الجريتا توكانتا ده قفل، تمام؟ فعشان كده احنا بنقول اقل واصغر وكده، حتى اول واحده مكتوب فيها اقل. طيب نيجي بقى على دي، احنا طبعا قلنا ان احنا عندنا واحده رايت شبه الليفت اللي هي ايه؟ كل اللي فوق مقفول واللي تحت مفتوح. سيبك خالص بقى من اللي انا مشخبطه عليها دي، هي رايت مش عايزين نركز فيها. ادي الليفت قدامي اهي، لو بصينا هنلاقي في شرخ تحت، يمكن مش واضح قوي في الصورة بس هنشوفه يعني ان شاء الله واحنا ماسكين البتاعة دي، هو عادة الامتحان اصلا هيبقى صور. يبقى كده ايه؟ اقول ان هي اقل من 21، لان الهيد واللي ساتوكانتا والجريتا توكانتا كله مقفول فوق، يعني اكتر من 18. اخر واحدة بقى شفتم ويل ديفلوبد خالص، يعني كله في يونيو، اكتر من 21 سنة. يبقى اقول عليها ايه؟ ان هي ليفت فيمر اكتر من 21 سنة. تاني عشان ما نكونش نسينا السؤال الايدنتيفاي بنعمل فيه ايه، تعالوا كده ناخد مثلا اللي هي اكتر من 21 سنة دي، هكتب ايدنتيفاي ازاي فيها؟ هكتب انها ليفت فيما اكتر من 21 سنة، لان حصل يونيون ما بين اللور اند والشافت ات الابيفيزس عند 21 سنة. وبعد كده تاني حاجة اكتب ان حصل يونيون عند الهيد مع الشافت عند 18 سنة، ويونيون ما بين الجريتا توكانتا والشافت عند 17 سنة، ويونيون ما بين الليسا توكانتا والشافت عند 16 سنة. ده كده الإجابة النموذجية بتاعة الايدنتيفاي. لو منشن خلاص بكتب السطر الأحمر اللي فوق ده وخلاص. نيجي بقى على آخر حاجة خالص وهي التيبيا، والتيبيا على فكرة سهلة جدا جدا جدا. اول حاجه حدد بس الاول الرايت والليفت بتاعي بحدده ازاي؟ ها anterior surface posterior surface medial border ولاترال border. الانتيريور سيرفيس بيقولك ان انا لما باخد كات سكشن في التيبيا بلاقيها مثلث البوز بتاعه قدام. طب نعتمد على كده؟ لا، ده انا عندي حاجه يعني واضحه وضوح الشمس، شايفين التيوبروزيتي ده؟ ده تيبيال تيوبروزيتي، ده بيبقى في الانتيريور، ما صورتش من ورا لان من ورا ما فيهاش اي حاجه، فخلاص انت مجرد ما شفت التيبيال تيوبوزيتي قدام خلاص عرفت ان هي انتيريو، زي الانا كده النوتش بتاعها قدام فخلاص انت عرفت ان انتيريو. طيب ايه اللي في الجنب تحت ده؟ ده الميديال ماليولس، لازم يبقى موجود في الميديال، فبالتالي انا كده عرفت الميديال بوردر. محتاجه ابص على التاني اشوف فيه علامه؟ لا مش محتاج، خلاص هي النقطتين دول حددوا لي كل حاجه، لو لفتها عليا خلاص عرفت ان هي لفت، لان التيبوزيتي قدام اهوت والميديال ماليولس تحت اهوت على الميديال، خلاص عرفت انها ليفت، لازم تبقى لجوه. طيب هبص على ايه؟ انا الابر اند عندي بيقفل عند 21 سنه واللور اند بتاعي بيقفل عند 18، بالتالي ابص على الابر اند الاول قبل ما ابص على اللور اند.
اهو هبص على الابر اند قبل ما ابص على اللور اند زي احنا متعودين، لان مفتوح قصدي لان الاول مقفول خلاص يبقى كده اكتر من 21، لان مقفول ابص على اللي تحت، لو مقفوله يبقى اكتر من 18 اقل من 21، لو مفتوحه يبقى اقل من 18. طب تعالي لان بقى التيبيا فيها حاجه جميله قوي لو احنا عرفناها هتسهل لنا الدنيا دي كلها. بيقول لك انت عندك 3 رايت وعندك 4 ليفت، بسم الله ما شاء الله، يعني 7 تيبيا في قلب المعمل، كتير قوي بس سهلين قوي. بيقول لك الثلاثه رايت اللي عندك، عندك 2 منهم هتلاقي كله مفتوح، يعني مش هتتلخبط في الايدج، يعني لو انت بصيت على واحده وشاكك ان هي، يعني بصيت مثلا على الابر اند وشاكك ان هو ايه مش مفتوح ان هو مقفول، وبصيت تحت مثلا على اللور اند ولقيته مفتوح، تاكد ان اللي فوق اصلا مفتوح وانت بقى اللي ما انتش مركز، تمام؟ يا اما كله مفتوح يا اما كله مقفول، زي ما قلنا في الانا والريدياس كان كله مقفول، هنا يا اما كله مفتوح يا اما كله مقفول. كله مفتوح يعني اقل من 18 سنه، كله مقفول هتبقى اكتر من 21 سنه. مش محتاجه اقول بقى ان الرايت عندي 3 والليفت عندي 4 والكلام ده، خلاص انا مجرد ما مسكت التبيه ولقيت كل اللي فوق مقفوله خلاص ابقى عارفه ان اللي تحت مقفوله اصلا، لقيت مفتوحه يبقى اللي تحت كده كده مفتوح حتى من غير ما ابص، يبقى انا كده عرفت التبيه بمجرد ما لقيت بس اند واحده، اند واحده مقفوله خلاص اكتب السن، اند واحده بس مفتوحه اكتب السن، وكده يعني التبيه تبقى خلصت. وطبعا مش هوصيكم وانت بتكتبوا الايدنتيفاي لازم تكتبوا ان الابر اند قفلت عند سن كذا او ما قفلتش لسه، وبين قوسين هي بتقفل عند سن كام، ده بالنسبه للايدنتيفاي. منشن خلاص الرايت والليفت والايدج في ثانيه، كله مفتوح يبقى اقل من 18، كله مقفول يبقى اكتر من 21. يا رب يكون الفيديو كان سهل عليكم وتكونوا فهمتوه، يعني هو الجزء ده يعتبر اصعب جزء عشان كان عملته في فيديو لوحده، حاولوا تسمعوه تاني قبل برضو الامتحان بفترة علشان ان شاء الله يوم الامتحان مثلا لو سمعتوه ولا حاجة ما ياخدش منكم وقت وتبقوا فاهمين، وياريت تذاكروا النظري قبل ما تسمعوا الفيديو، وربنا يوفقكم يا رب. وتكون الفيديوهات دي بتفيدكم بجد. طيب قبل ما اخلص يعني الفيديو، بس اخر صورة عندي اللي هي 1 2 3، دي صور التيبيا فعلا اللي موجودة يعني في المعمل، ادي اول واحدة، دي كلها مفتوحة اهي، دي برضو كلها مفتوحة، دي برضو كلها مفتوحة، نبدأ بقى نقفل الباقيين دول كده مقفولين، تمام؟ دي الصورة يعني ايه عشان ايه تبقوا تشوفوها، انا صغيرها عشان لو حد عايز ياخدها سكرين شوت بس. ثانك يو.